هي وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول، لأن هيرودس مسمع أن يطلب الصبي ليهلك. فقام وأخذ الصبي وأمه ليلا وانصرف إلى مصر وكان هناك إلى وفاة هيرودس. بهذه الكلمات تحدث الإنجيل عن رحلة السيد المسيح والسيدة مريم العذراء إلى مصر، والتي سطرت صفحة جديدة في تاريخها، كما قال السيد المسيح أيضا: مبارك شعبي مصر. وقال المولى عز وجل في محكم آياته: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فهنا مهد الحضارات ومنبع الإنسانية ومنارة تشع علما وثقافة وتاريخا. عجز الحاضر بكل إمكاناته عن فك بعض لوغاريتماتها. معالي السيد الأستاذ الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، معالي السيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، معالي الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نيافة الحبر الجليل الأنبا تيموثاوس أسقف مطرانية زغزيق ومنيا القمح، السيد العميد أركان حرب محمد منصور المستشار العسكري لمحافظة الشرقية، السادة النواب والشيوخ الموقرين من مجلسي الشيوخ والنواب بمحافظة الشرقية، السادة أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة، السادة الإعلاميين، الحضور الكريم. أهلا ومرحبا بكم في حفل افتتاح منطقة تلبسطة الأثرية كإحدى أهم النقاط في مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر. هنا في رحاب محافظة الشرقية، منطقة تجمع ما بين التاريخ القبطي والفرعوني والروماني. بير باستت، منزل المعبودة باستت، آلهة الحب والخصوبة عند قدماء المصريين. منطقة تضم معبد الآلهة باستت، والذي بدأ إنشاؤه الملك خوفو والملك خفرعثم، والذي جمع كل مظاهر الثراء والاهتمام بمصر القديمة، كما يحتوي أيضا على البئر المقدس والذي تفقدناه من خلال الجولة التفقدية، والذي يرجع طرازه المعماري للعصر الروماني، والذي عثر به على العديد من الأواني الفخارية والآثار التي ترجع إلى العصر القبطي. الآن دعونا نستمع سويا إلى كورال إبراشية زقازيق ومنيا القمح تحت رعاية الأسقف تيموثاوس أسقف مطرانية زقازيق ومنيا القمح.
مصري من على أرض محافظة الشرقية، بالفعل بارك بلادي. حفظ الله مصر دائما وشعبها وجيشها وشرطتها بجهودي وجنودي المخلصين، سواء من المدنيين الذين لا يدخروا جهدا في سبيل نهوضي ورفعة مصر. أيضا دعوني أرحب بمشاركة وفد من مطرانية الشرقية والعشر برعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا مقار في الحضور في احتفالية تطوير منطقة تل بسطة اليوم. التراث القبطي بمصر نفتخر به كثيرا ويمثل مظهرا وعمودا من أعمدة الحضارة المصرية وبناء الشخصية المصرية، كما ذكر الكاتب المصري والمؤرخ الكبير الدكتور ميلاد حنا. الآن مع كلمة نيافة الحبر الجليل الأنبا تيموثاوس أسقف مطرانية الزقازيق ومنيا القمح. بسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا، معالي الأستاذ الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، معالي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، معالي الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، السادة الحضور الكرام، تاريخ الشعوب يكتب بالأحداث العظيمة التي تمر عليها، وهذا الحدث الذي نحن بصدده اليوم فهو أعظم ما نفخر به، بل وتحكيه شعوب العالم كله إجلالا وتقديرا لبلادنا مصر، تحكيه شعوب العالم، بل وتتجه الأنظار وتتجه الأفكار لشعب مصر باستغراب شديد. فمصر التي باركها الله منذ فجر الخليقة، مبارك شعبي مصر. مصر التي رن في سمائها أعظم لحن في الوجود، وقعته يد السماء على قيثارة الخلود، المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المثرة. ومنذ تلك اللحظة بذرت بذور الحب في كل شبر من أرض مصر، وتغلغلت في تربتها حبات المودة والأخاء وخلجات البطولة والفداء. وعاشت مصر هذه الآلاف من السنين وهي تدعو الجميع إلى الحب، فهي التي علمت العالم الحب وكيف يكون البذل والفداء. لقد شاءت إرادة الله أن تكون أرضنا الطاهرة مصر مصدرا متجددا للإشعاع الروحي والحضاري. فشهدت مصر، شهدت خطى الأنبياء ورسالات السماء، وظللتها العناية الإلهية لتؤدي رسالتها السامية وتواصل عطاها الفكري والحضاري. فأصبحت مصر بكل أبنائها، بكل شعبها من المسلمين والمسيحيين، حصنا للعروبة. أصبحت قلعة للوطنية المصرية التي تربط المصريين معا بود كامل وتآلف قوي ووحدة صلبة، لأنها وحدة بنيت على الحب والوفاء. والحب خالد، لأنه صفة من صفات الله، بل الله ذاته، لأن الله محبة. في هذا اليوم العظيم أتقدم بالشكر
إلى الرئيس، الرئيس المصري المستنير. أتقدم إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشكر العميق لاهتمامه وإنجازاته، لاهتمامه بهذا الحدث باعتباره أحد أهم المشروعات القومية الكبرى، واعتباره محورا معماريا وتنمويا تقوده السياحة. وإنجازاته، إنجازاته تتحدث عن نفسها، إنجازاته تثير في سباق مع الزمن، إنجازاته في كامل الحب ومنتهى الوطنية، فله كل الشكر والتقدير. أيضا الشكر والتقدير إلى معالي الأستاذ الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الوزير الدؤوب الذي يخطط ويتابع ويهتم اهتماما كبيرا بكل كبيرة وصغيرة. وأجمل ما فيه إن أنا عرفت النهاردة، بس عرفت إنه من الزقازيق، بدور عليه من زمان إيه الحلو فيه، فلقيته من الزقازيق بصراحة، فتحية كبيرة له. أيضا الشكر لمعالي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الذي يرصد ويناقش ويعالج المشاكل بشكل إيجابي جدا وبحكمة عجيبة. أيضا أشكر معالي الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قائد هذا الإقليم الحكيم الربان الماهر، له قدوة طيبة في حياتنا ومثالية لدماثة خلقه وعمق وطنيته وحسن تعامله مع كل أفراد الشعب. نحييه جميعا، نصلي جميعا أن يحفظ لنا الله مصر دائما قلعة للإيمان، منارة للمحبة والأخاء، وأيضا نموذجا للسماحة والتعايش، ومصدرا متجددا للإشعاع الحضاري والروحي. وهذا هو أساس المجد المصري، وتلك هي أساس عبقرية شعبنا العريق. أشكركم جميعا لحسن استماعكم، وفقنا الله جميعا لخدمة بلادنا مصر، وسلام لكم جميعا. الشرقية أرض الحضارة على مر العصور، والمحطة الثانية بمسار العائلة المقدسة بمصر. منذ سبتمبر عام 2019، ومنذ البدء في مشروع تطوير منطقة مسار رحلة العائلة المقدسة تل بسطة، وقد كان العمل على قدم وساق للوصول بتلك المنطقة بمحافظة الشرقية لأفضل شكل ممكن يليق بعظمة تاريخ مصر وحضارتها وقدسية هذا المكان لمسيحي العالم. الآن مع كلمة الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، سيادة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، نيافة الحبر الجليل تيما ساوس أسقف مطرانية الزقازيق ومنيا القمح، ونيافة الحبر الجليل الأنبا مقار، السادة الحضور الأجلاء، أهلا بحضراتكم على أرض محافظة الشرقية العريقة. انطلاقا من توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل الحكومة المصرية ومن ثم محافظة الشرقية على تدليل جميع العقبات أمام المشروع القومي لإحياء مسار العائلة المقدسة،
حيث نشهد جميعا اليوم هذه اللحظة الحاسمة، وهي لحظة افتتاح أعمال تطوير نقطة مسار العائلة المقدسة بمنطقة تل بصرة. يمثل مسار العائلة المقدسة إضافة هامة للمزارات السياحية، خصوصا السياحة الدينية، باعتباره أحد المقاصد الدينية التاريخية. واعتبر هذا المشروع الهام من أهم المشروعات القومية التي تحمل الخير لمصر وللمحافظة، ويحظى باهتمام الدولة وكافة الجهات المعنية لتنشيط السياحة الدينية ودعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل، فضلا عن تطوير البنية التحتية، وكذلك إنشاء كيان مسؤول عن الإشراف على تنفيذ كافة الأعمال المطلوبة لتطوير مسار العائلة المقدسة، والذي يضم ممثلين من وزارتي السياحة والأثار والكنيسة والجهات الأخرى المعاونة. السادة الحضور، لقد عرفت مصر منذ فجر التاريخ بأنها واحد وموطن الحضارات ومهد الأديان، وخير مثال على ذلك احتضانها لكثير من الأنبياء، من بينهم إبراهيم ويعقوب والنبي موسى ويوسف الصديق الذي جاء إلى مصر. بل نجد أكبر مثالا على أن مصر خطاها الأنبياء والقديسون هو رحلة العائلة المقدسة، وقد صارت العائلة المقدسة في البلاد من أقصاها إلى أقصاها لتباركها وتغرس غرسا روحيا مباركا يدوم مع الزمان. إن رحلة العائلة المقدسة لمصر تحمل الكثير من المعاني والقيم التي يجب أن يتحلى بها الجميع، أهمها إن مصر بلدا للسلام والمئنان، وأن رحلة المسيح فيها ملآت ربوعها بالبركة. فكل الأديان السماوية أكدت أن مصر هي واحد الأمان، فمصر هي أرض التعايش والضيافة، أرض اللقاء والتاريخ والحضارة والسلام، هي الأرض المباركة عبر العصور بدم الأبرياء والشهداء الثمين. لذلك من مجاني هذا أتوجه بالشكر السيد الوزير خالد العناني ومعالي الوزير محمود شعراوي على ما قدماه من دعم حتى نصل لهذه اللحظة التي نحقق فيها حلما ظل يراود المحافظة وأبنائها لعشرات السنوات. دمتم ودامت مصر بكل الخير والتقدم والازدهار، والسلام عليكم ورحمة الله. رجال الغد المأمول إن بحاجة إلى قادة تبني وشعب يعمر، رجال الغد المأمول إن بحاجة إلى عالم يدعو وداع يذكر، عليكم حقوق للبلاد أجلها تعهد روض العين فالروض مغفر. الآن مع كلمة السيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية. إنه لا يسعدني أنه اليوم في محافظة الشرقية في منطقة تل بصرة، هذه المنطقة التاريخية التي شهدت وعاصرت تاريخا مجيدا لمصر الفرعونية ومصر القديمة بمعابدها المنتشرة عبر ربوع هذه الأرض المباركة، والتي كرمتها العائلة المقدسة عندما لجأت إلى مصر، أرض الأمن والأمان من بطش هيرودوس ملك الروم، ودخلت العائلة الأرض الشرقية أولى المحطات الآهلة بالسكان بعد عبورها من منطقة الفارما بشمال سيناء. في اليوم الأول من يونيو وفي عيد القديسين 24 شمسي لكل عام يحتفل به في كل عام، وقد دخلت العائلة أرض مصر بداية من مدينة القدس وصولة إلى الفارما ثم قنطير ومنها إلى تل بصرة، حيث مكست وعبرت عبر معابدها. لذا تعد هذه المنطقة واحدة من أهم مناطق المسار التي نأمل أن تكون نقطة جذب سياحة إن شاء الله. في نفس الوقت تقدير منا لهذا التراث التاريخي والديني والثقافي الهام، والذي يستحق منا جميعا كل الاهتمام، ولعل الجهد المبذول من السيد المحافظ في المحافظة والسادة الفنيين في اللجنة المسؤولة عن إقامة هذا الصرح، نحن نشاهد هذا اليوم المشروع الوطني العملاق
الذي يرعاه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويحظى باهتمام كامل من أجهزة الدولة والسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. يسعدني اليوم ويشرفني في وجودي مع هذا الجمع أن هذا الموقف يعد نموذج للتعاون بين الوزارات بينها وبعضها في رفع كفاءة وإظهار الدولة المصرية بالصورة المنشودة نحو خلفها. لقد عملنا معا وزارة السياحة والتنمية المحلية والكنيسة والجهات المعنية جميعا في هذا الأمر، وعملنا يد واحدة لمدة عامين، مش داخل هذه النقطة فقط ولكن في 25 نقطة من 8 محافظات على مستوى محافظة على مستوى جمهورية مصر العربية. وليشرفني هنا أن نجد أن هناك هذا البئر المقدس الذي نبع من عهد السيد المسيح، ويوجد بئر آخر في شجرة مريم، ثم الينبع هما الماء النبع الأحمر وهو معجزة قائمة حتى الآن، معجزة ضرب بها قدم المسيح البحيرة ذات الملوحة العالية وينبع منها الماء العذب حتى وقتنا هذا في هذا اليوم، ودي طبعا في محافظة البحيرة. إن أعمال التطوير اللي تمت في خلال الفترة الوجيزة للعديد من النقاط، لا نتحدث عن تكلفة مالية نقول أنها قد تكلفت بها سواء وزارة السياحة أو وزارة التنمية المحلية، ولكنها بنرصد في الآخر وفي النهاية شيء عظيم يضاف إلى رصيد القيادة السياسية ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. إنه يشرفني وجودي هنا في هذه المحافظة، وقبل أن زرتها وأنا في دار مع شرف الوزارة لتاني مرة، وكل مرة أجد فيها جديد. وهنا نبع في وجود حضارتين، الحضارة القبطية والحضارة الفرعونية والحضارة الإسلامية الثالثة، فنجد هنا أن نحن في سطح أديان زي ما سيل بالضبط مثيل لها في مصر القديمة بمجمع الأديان القائم على أساس الأديان. وهنا زي ما قال نيافة الأنبا نحن بنقول مصر المحبة فعلا، فهي مصر الحب ومصر مجمع الأديان والديان المقدسة جميعا سواء. وشكرا لكم جميعا. فهلا قلت للشبان قولا يليق بحافل الماضي الهمام، يبث تجانب الايام فيهم ويدعو الرابضين الى القيام. اعتقد انه من الماضي لنا عبر كثيرات، لذلك دعونا نرحب سويا بكلمه السيد الاستاذ الدكتور خالد العنامي وزير السياحه والاثار. معالي السيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والأخ الأكبر، معالي الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف مطرانية الزقازيق ومنيا القمح، السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الموقر ومجلس الشيوخ. طبعا بالنسبة لي سعادة خاصة أن أجي هنا عشان دي أنا أصلي من الشرقية، ودايما بأشعر بسعادة أن أنا أكون في موطني الأصلي وفي أي مشروع بيتم على في هذه المحافظة العريقة جدا. أنا شرفت هنا ووقفنا في نفس المكان مع سيادة وسادة النواب والإعلام ومعالي المحافظ عشان نفتتح مشروع تطوير موقع تل بسطة، وافتتحنا متحف تل بسطة في مارس 2018، وافتتحنا موقع المتحف المكشوف اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. ولكن هنا النهاردة احنا في مناسبة زي ما معالي الوزير ما قال ان احنا بنطفي على تل بسطة جانب اخر، جانب روحاني هام جدا، وهو ارتباطها بالعائلة المقدسة. تل بسطة وهي اولى نقاط دخول العائلة المقدسة. مصر حظيت بشرف عظيم باستضافة العائلة المقدسة اكتر من 3.5 سنوات، جابوا خلالها كل انحاء الجمهورية يمكن اكتر من 25 نقطة من مختلف المحافظات من سيناء وشرقا وفي الصعيد حتى أسيوط، يجدوا فيها الأمن والأمان. النهاردة احنا فتح أحد نقاط تطوير مرتبط بمسار العائلة المقدسة، لأن أول مكان دخل منه العائلة المقدسة مصر كان محافظة الشرقية ومنطقة تل بسطة، واستمروا فيها بضعة أيام. وإحنا مرينا النهاردة عشان مشروع تطوير البير اللي مرتبط بمسار العائلة المقدسة،
وزي نيافة الأنبا ما قال، وكذلك في بلبيس. أنا شرفت كوزير الآثار بافتتاح عدة مشروعات في العائلة المقدسة كترميم كنائس وأديرة مرت عليها العائلة المقدسة، ولكن 2021 هو عام مختلف بالنسبة لي، لأني أشرف بالإشراف على السياحة مع الآثار، وإن إحنا بنؤتي ثمار مجهود بدأ من أكثر من سنتين بناء على توجيهات من السيد رئيس الجمهورية بتطوير نقاط العائلة المقدسة واستثمارها سياحياً وأثرياً. وشرفت بمرافقة معالي وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي في يناير 2021 بافتتاح أولى مشروعات التطوير، وهي كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب في سمنود في محافظة الغربية. النهاردة الصبح بدري كنا في كنيسة السيدة العذراء في سخة في محافظة كفر الشيخ، وجينا النهاردة ثالث نقطة بنفتتحها، وإن شاء الله 2021 هيشهد عدة افتتاحات. كنا لسه النهاردة بنتفق على خط السير اللي قدامنا، لأن احنا قدامنا نروح مصر القديمة وشجرة مريم ووادي النطرون وجبل الطير ودير المحرق ودرونكا، فهنلف لفة كبيرة إن شاء الله، ونقدر السنة دي نفتتح كل المشروعات دي عشان نتكلم على عائلة مقدسة، إن الناس تزورها تساوي بنية تحتية، مش مبقاش كلام وخلاص. الأماكن الروحانية موجودة من مئات السنين ولكن ما حدش يعرف يروحها. النهاردة أصبح عندنا باركينج، أصبح عندنا أسوار، أماكن تفتيش، كاميرات مراقبة، أماكن استراحة للزائرين، مركز زوار لائق. هنا ممكن نتكلم إن الناس ممكن تيجي، وده دور الدولة إنها تعمل البنية التحتية دي. إن شاء الله بإذن الله الفترة دي نفتح مشروعات أخرى، وكوزير بقى للسياحة نهتم بالشق السياحي في محافظة الشرقية أكتر من كده، لأن طبعاً الشرقية من أغنى المحافظات الجمهورية من ناحية الأثرية. فإن شاء الله إحنا دلوقتي شغالين طورنا في تل بسطة، وبنطور دلوقتي في صان الحجر، وإن شاء الله نقدر نحطها على الخريطة السياحية. بتوجه الشكر لمعالي وزير التنمية المحلية على المجهود الضخم اللي الوزارة بتبذله في كل في 8 محافظات في نفس التوقيت، ده مجهود ضخم جدا. بشكر معالي الوزير دكتور ممدوح على إشرافه التام على العمل. بشكر السيد والسادة أعضاء مجلس النواب على حثهم الدائم على النهوض بمحافظة الشرقية أثريا وسياحيا. وأخيرا وليس أخيرا بتوجه بالشكر لزميلاتي وزملائي في الوزارة بشقيها السياحي والأثري على أعمال التطوير اللي تمت في المنطقة. شكرا.